السؤال اللي جاي أدب والسؤال. بائع الفستق هي رواية الكاتبة مصرية معاصرة، فمن هي؟ اتنشرت 2009، قصة رومانسية بتدور أحداثها عن سؤال الهوية والصراع بين التقاليد والتمرد عليها. الكاتبة دي حصلت على جائزة الدولة للتفوق 2022 عن مجمل أعمالها. سلوى بكر. سلوى بكر أديبة عظيمة وكسبت جائزة الدولة التقديرية اللي هي أعلى من دي، ولكن بائع الفستق مش لسلوى بكر. هارد لك يا جنى، إجابة خاطئة. اتفضلي. رولوس اداكي هدية. نورة ناجي. نورة ناجي السنة دي كسبت جائزة الدولة التشجيعية، إجابة خاطئة. أربع اختيارات وحقول معلومة. ريم بسيوني، منى الشيمي، رشا عدلي، منصور عز الدين. أولاد الناس. طيب ريم بسيوني. إجابة صحيحة طبعا. ريم بسيوني كاتبة جميلة جدا ونحييها كلنا. الرفعي مركزين في المعلومة، ياخدوا المعلومة يخطفوا العشرة.